صباحكم الله بالخير. اليوم سقط جسر القاهرة. أوه. إيه والله. اليوم سقوط جسر القاهرة. خسارة الزمالك خسارة ثقيلة صراحة. نقول هار لك للزمالك. ندري أن هناك مؤامرة على الزمالك لإسقاط الزمالك، لكن إن شاء الله رجال الزمالك قادرين على النهوض من جديد. الاجتماع اللي سيتم إن شاء الله اليوم نتمنى يعني تصحيح الأمور، خاصة أن الفريق يعني 5 مباريات الآن أو أكثر، الفريق ما قاعد يقدم المستوى المطلوب. لكن سقوط الجسر اليوم، سقوط جسر القاهرة، يعني كشف الكثير من الأمور، فنتمنى إن شاء الله تصحيح. حياكم الله ويانا وصبحكم الله بالخير ويا هلا مرحبا فيكم. نرحب بضيوفنا ومحللينا اليوم، على اليمين المدرب الوطني كابتن محمد كرم، بجانبه المنسق الاعلامي السابق لنادي الجهره اخوي صالح الجنفاوي، على اليسار اللاعب السابق كابتن احمد موسى، وبجانبه اليوم نتشرف باول زياره لحكم دولي سابق او مساعد حكم دولي سابق، شرفنا في الكثير من المحافل، يعني نذكر السي في صراحه شيء نفتخر فيه، سواء على مستوى بطوله عالم للشباب، على مستوى كاس الخليج، على مستوى كاس اسيا، على مستوى دوره الالعاب الاسيويه، على مستوى العرب، ما شاء الله يعني تاريخ حافل لهذا الحكم المساعد. الدكتور ياسر احمد نشكره على تلبيه الدعوه ونشكره على تواجده معنا ونتحمد له بالسلامه، يعني يمكن لو مخرجنا يحط اللقطة واسع راح تشوفون ريله شوي مصاب. اي والله مصاب، لكن يوم كان يحكم ما تعور. اي والله، فهو حرص صراحة، يعني احنا كلمناه اليوم والإصابة اليوم قال يعني بما ان يعني انا اعطيتكم كلمة ما اقدر ارد فيها صراحة، حتى لو اني تعورت راح ييكم راح ييكم، فنشكره على المشاعر واحترامه، وهذه مو غريبة على الدكتور ياسر، احترامه لكلمته، احترامه للمواعيد، احترامه للطرف الآخر. فحياكم الله إخوان جميعا، حياك الله يا دكتور ومشكور على تلبية الدعوة. والله عندي كلمة بقول لك، ترى أنا كنت مستانس من ذاك اليوم الحلقة اللي طافت يوم قلت سويت كذي حق الزمالك. أنا هني حسيت أن الكاس أهلاوي، والحمد لله ان الكاس الاهلاوي مبارك الاهلاويه كاس زين، البطوله الدوري هذا الدوري ما تدري نفس محمد عز بيجنا، تعرف محمد عز؟ محمد عز بس مع الجول يصفق، ما يدري الجول حق منه، ما يدري منه سجل الفوز، عمره ما تابع كره، الفوز يعني انت من اعطيتنا هذه بس بس بتعاون، انت من اعطيتنا كلنا زوال، ليش اللي يبى تبي الزمالك يتعدل لا تشجع غيره رئيس النادي، لا تشجعهم، تبي الزمالك يتعدل لا يشجعهم، لا خليه يشجع. عموما ارقام تلفوناتنا موجوده على الشاشه، نشكر رعاتنا وداعمينا، الشكر لنظارات كيفان، الشكر لشركه حسابي، الشكر لبن العميد، الشكر لاطياب المرشود، الشكر لعصير تايم، الشكر ايضا لدير اندير، الشكر لبابا كنافه، الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيز في الكويت، الشكر لمعرض اسد الملابس الرياضيه، والشكر لمتادور ديزاين. انا قبل لا ابدا ايضا خل اعزي اخونا العزيز ولاعبنا السابق الكابتن غازي القهيدي واسرته الكريمه ووالده واسره القهيدي الكرام بوفاه يد اخونا ولاعبنا السابق غازي القهيدي، نقول عظم الله اجرك يا اخوي غازي وعظم الله اجر اسرتك الكريمه ووالدك بشكل خاص، نسال الله تعالى ان يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم اهله وذوي الصبر والسلوان. قبل لا ابدا بس خلا أشيد في عمل أخونا أبو ثامر صالح الجنفاوي خلال الفترة الماضية لما كان منسق إعلامي في نادي الجهرة، اليوم أعلن استقالته رسميا من هذا المنصب، أيضا احنا نشكره على تعاونه مع الإعلام، تعاونه مع زملائنا العاملين في برنامج الديربي، وهذه مو غريبة على أبو ثامر، نتمنى له التوفيق في مهمتك القادمة، لكن نبي يعني نأكد بس أن الاستقالة منك شخصيا ولا الأخوان في مجلس الإدارة الحالي لا منك استقالة ولا لا؟ طبعا أول أشكرك أبو سعود على ثنائك هذا الطيب، وأنا هذا الكلام أعتبر شهادة وأعتز فيه. لما أنا صار اتصال بيني وبين أخوي اللي مسي عليه بالخير وأتمنى له توفيق طوال مدلول، وشرحت له بعض الأمور، يعني أني أنا هالفترة القادمة ما أقدر أستمر يعني لارتباط ظروفي الخاصة، وتعلم ان الاعلام هذا يعني يحتاج تواجد، يحتاج انه تتواصل، يعني اليوم انا ما احبها على نفسي اني اكون مقصر
امام مجلس قادم جديد حيعمل للنادي، عسى الله يوفقكم وتفهم هذا الامر. بالعكس يعني حتى وانا اشكر حتى طوالي لما صار اتصال بيني وبينه وثناء علي فتره سابقه مع الفريق، لكن هذه رغبه مني يعني. نعم. بالعكس اتمنى لهم يعني تاكد ما في اي خلاف. لا 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 بالعكس يبقون اخوان، واحنا بالعكس احنا نشجع الجهره بالنهايه، احنا نتمنى الجهره دائما يعني بالمنصات. نعم. في مجال تعود؟ طيب والله لا الحين احنا انا عملت 11 سنه مع الفريق، يمكن من ايام 2012 مع اخوي العزيز دهام الجنيدي كان رئيس النادي. نعم. وكملت المشوار مع رئيس النادي نواف جديد. الان خلاص يعني انا اعتقد الجهره ولاده كفيت وكفيت يا ابو الجهره ولاده، انه في شباب يعني كفوا. نعم. ان شاء الله انه يخدم وانت وفيت وكفيت وكفوا ايضا. الشيء بشيء يذكر ايضا ابو احمد السي في والتاريخ، شوفك بعيد عن 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 اللجنه، بعيد عن الاتحاد، هل هذه رغبه منك ام تقصير من الاخوان في الاتحادات سواء يعني السابقه الحاليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشكرك يا اخوي عبد العزيز على الاطراء الجميل. تستاهل يا دكتور، تستاهل الطيب كله. وسعيد بتواجدي مع الاخوان ابو عائشه احمد موسى، ما ننسى اهدافه بعد يعني. انا من اشوف اتذكر اهدافه الجميله، وكابتن محمد كرم العصر الذهبي اللي يعني اضافه لنا صراحه، وابو خالد بثامر تواجده، يعني انا سعيد بتواجده. الله يحفظك يا دكتور. بالنسبه حق وجودي عدم وجودي باللجنه، يعني هم تشكيل اللجنه في رئيس لجنه وفي نائبين رؤساء لجنة، واحد دكتور غانم. نعم. ماسك اللجنة الإدارية والمالية، وأخوي سعد كميل ماسك اللجنة الفنية. نائبين. نائبين. نعم. نفس يعني رئيس اتحاد نائبين، لجنة هم نائبين. نائبين. نعم. إذا جينا نتكلم اتحاد النائبين. اتحاد النائبين. إذا جينا تكلمنا شقعود يا سعيد، يعني أنا ما أقول أنا، الحمد لله اللجنة السابقة كنت عضو فيها وقدمت استقالتي، واستقالة مسببة. اشتغلت ليش قدمت استقالتك؟ أمور كثيرة قدمت استقالتي، ما كانت اسمها لجنة. يعني أنا كنت ماسك الشؤون الفنية، كنت محاضرات ورش عمل، عندك يعني تمارين، لياقة بدنية، متابعة حكام، كنت حتى اختبارات فيسيولوجية، كل شيء سويت حق الحكام. بس ما يبون شغل يعني. إذا بتكلم أتكلم صراحة واقع حقيقي، اللجنة السابقة ما تبي عمل. منو كان رئيس اللجنة؟ الله يذكره بالخير أحمد عقلة، الله يذكره بالخير أبو عثمان. شلون علاقتك معاه كانت؟ لا الحمد لله علاقة طيبة، الأمور طيبة، الريال صراحة ما قصر وياي جميع الأمور، أي شيء يبي كان يوفر لي. بس إنه يعني ما كانت يعني ما كان في اسم لجنة، يعني لا اجتماعات، ما اجتمعنا ولا مرة اجتمعنا، يعني اجتماعات ما في، ما في يعني عقوبات. القصور بالحكام نفسهم يعني، وهم اللي ما يبي يتطورون يعني. أنت قلت في قصور، القصور من منو؟ قصور من اللجنة طبعاً. ما في عقوبات كان وقتها؟ عقوبات ما في على الحكام. أنتوا كنتوا ترفعون عقوبات يعني؟ تبي يعني مثلاً أضرب لك لا حكم 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 عطى قرار غير صحيح في مباراة، تناسب الحكم هذا، ما في يعني تعالي خل نجتمع خل ناخذ نتخذ عقوبة في هذا الحكم، ما في هذا الشيء. حكم لا، أنا أبي أخطأ خطأ مو جسيم، خطأ يعني بسيط لا أبي تعال اجتمع. لا يعني هذه لجنة سابقة، يعني أنا ما أنشر الغسيل، بس يعني مثل ما تقول هذا واقع أليم. زين. نعم. مثلا انا جاي اشتغل يعني. كانت الانديه تتدخل في عملكم؟ لا لا لا، الانديه ما تتدخل بعملنا. نعم. ما لها علاقه كلش. يعني مثال بسيط، انا لجنة الفنيه، زين، حضور الحكام تدريب اليومي، حكام شهرين ما حضروا التمرين يا ابن الحلال، شهرين ما حضروا التمرين، تروح تعطيهم قادسيه عربي؟ ارفع انا حق اللجنه، تعال هذول الحكام ما حضروا التمرين، يعني لا تعطيهم مباريات، لا تسند لهم اي مباريات، ماك فايده، لا حيال من تنادي بعد. اذا انت شفت كذي شو تسوي؟ تقعد تمشي، ما تقعد، ما في تعاون. طيب. نهائي ما في يعني. طيب يعني تقييمك للجنه الحكام الحاليه افضل من السابقه ولا؟ شوف
لجنة الحكام الحالية هي فيها إيجابيات وفيها سلبيات. أول سلبية أعطيك إياها قبل الإيجابيات، ما يصير أنت تحط أعضاء اثنين ما في لجنة، منو اللجنة؟ هذا أنت الحين مثلا أنت لجنة فنية، لجنة فنية ما تبي ستاف وياك، ما تبي ورش عمل، ما تبي تحليل مباريات بعد كل جولة، ما تبي متابعة حكام، ما تبي عقوبات، من اللي يتخذ عقوبة؟ اثنين، واحد اثنين، ما تبي تتابع اللياقة البدنية حق الحكم، ما تبي تتابع نفسية الحكم، لجنة فيها ما يصير. انت تبي تحط لجنة، حط لجنة وكادر كفاءة، كادر عنده باع طويل في مجال التحكيم، عنده سي في قوي، كادر عنده أنا ما أقول لك شهادة مرموقة، لا، عنده فكر، عنده ثقافة، عنده رؤية لقدام. حط لجنة عندها خطة أسبوعية، خطة شهرية، خطة سنوية تتابع هذه الأمور. حط لجنة الـ 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 الأخطاء الحكام، متابعة أخطاء الحكام وتصحيح يعني تفسيرك هذه يعني سلبية. نعم. أول سلبية هذه يعني. أما الإيجابيات أنا الصراحة يعني هذه اللجنة فيها إيجابية وايد عجبتني من رئيس الاتحاد ومن لجنة الحكام، من رئيس الاتحاد متابعة المستمرة، متابعة بشكل مستمر، حط نظام يعني يمشي عليه. مثلا اللي ما يتمرين ما نسلل مباريات، هذه متابعة من رئيس الاتحاد. أنا عندي معلومة ترى حكم أخطأ عاقبة، والدليل أن في حكم سلب لاعب توقف الحكم، يعني قبل ما كان في شيء، ما كان لاعب يتوقف، ما حكم يعني نشوف الحكام بهرجات يعني نشوفهم، يعني نشوف الحكام أخطاء تحكيمية فاتحة رغم أن الفار موجود والفي آر موجود، يروح يشوف لا مو ركلة جزاء، وين قاعد أنت؟ تعال وتعال. إحنا بعهدنا لما نحكم الحكم اللي يحكم من غير فار تشوفه يتميز يبدع، يبي بس أي شيء من المساعدين مثلا يساعدونه، وما يبي ساعات مساعدينه. طيب شوف لياقته البدنية ما شاء الله. راح يجيك والله أبو ثامر، راح أخذ رأي بس بخلص مع أبو أحمد جزئية أخيرة. تفضل. يعني الاتحاد ما أعلن سبب استقالة رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة، عندك معلومة ليش استقال؟ عندي معلومة بسيطة، مو معلومة، أنا ما أدري عن الاتحاد صراحة، بس إنه معلومة إنه مو فاضي، عنده كذا دولة، يعني عنده كذا دولة إنه مو فاضي حق دولة الكويت. بعدين شلون وقع وياه ومو فاضي؟ يعني هو يوم ياه راح لهم بالمعسكر، ايه، بعد المعسكر بس الزوم يتابعهم عن طريق الزوم، برنامج الزوم والفيديوهات فقط. يعني انت ترتيب واحد تصرف عليه تعطيه هذا المبلغ مثلا، شنو طور لك من الحكام؟ نعم. يعني حرام هدر بالاموال. طيب حرام. هذه الجزئيه بروح فيها حق ابو علي. ابو علي طبعا من الناس اللي انتقدوا الكابتن نبيل معلول انه ما يصير يدرب منتخب ويروح يحلل ويرجع، ما يصير. تبي تاخذ راي الحين حكم رئيس لجنه حكام قاعد بديرته ويدير لجنة الحكام، عاجبك الوضع بالزوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء طبعا أنت في أخطاء وايد، يعني نتكلم الحين حتى أبو أحمد الدكتور الحين بيتكلم عن أخطاء، في أخطاء وايد بيتكلم عنه، أما هذا اللي قاعد يصير له غلط، رئيس الاتحاد مسوي ولا أعضاء الاتحاد ولا لجنة الحكام، اللي قاعد يصير غلط إنه قاعد هناك وياخذ راتب ويا احنا الحين ما نبي نتكلم امور الماديه، نتكلم حتى يعني انت تبي اي تفني، انت تبي رئيس لجنه حكام يشتغل صح، يعاقب صح، يكافئ صح، يسوي كل شيء صح، ما يصير قاعد هناك قاعدين. لا من يقول انا ميت اللي قلت انا على المعول ولا غيره، اقوله على نفس اللي صارني، واذا الاتحاد يسوي هالشيء هذا غلط، وفعلا شيء غلط. انت يمكن قلت في يوم من الايام قلت نحط واحد من الحكام الكويتيين هو يمسك اللجنه، وهذا عندنا كفاءات ونعم، بس مشكله الكويتيين ان امور يمكن يقول لي الانديه ما يدري، يمكن انا اختلف ويا ابو احمد ويا الدكتور، لا في انديه قاعد تدخل في الامور هذه في التحكيم، في حتى يعني الحكم اللي بيحطونه، في انديه تدخل حط لي هالحكم وشيل لي هالحكم، لا تحط لي، وشفنا يعني وايد شفنا، لا
لكن انت الحين بدال ما تقول ما تقول تحط واحد كويتي لان قاعد قلت لك بعض الامور العاطفه الضغوط حط واحد متفرغ. ليش معنى هذا يعني؟ هذا انت رحت دورت دورت لقيت هذا اللي 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 مو متفرغ اللي عنده شغل عنده يقول عنده كذا عنده شغله كذا دوله كذا دوله قاعد يشتغل. لا يبا حط واحد متفرغ هذا انا قاعد اعطيك راتب وقاعد اعطيك مكافات واعطيك امور كثيره مقابل هالشيء انت تعطيني اللي انا ابي. نعم انا ضد هالشيء هذا ان حكم ان رئيس لجنه حكام قاعد برا ويدير لجنه حكام غلط. ابو ثامر ابو احمد يقول يعني هالموسم على الاقل شفنا في تغيير يعني شفنا في حكام يتعاقبون شفنا في 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 متابعه من رئيس الاتحاد لعمل الحكام. انت خلينا نقول في موقع الحدث هل فعلا يعني قاعد تلاحظ ان الحكام تطور مستواهم هالموسم؟ شوف بدايه احنا يمكن اثنينا على الحكام بدايه الموسم في اول جوله ثاني جوله ثالث جوله بعدها استمرت الاخطاء واستمرت اخطاء من حكام دوليين واثرت على نتيجه بعض المباريات في الدوري. لا لكن يمكن انا ما ابي ازيد على كلام الدكتور لكن احنا ليش دائما مشكله اللجنه ما في توجه من الاتحاد يخاطب الهيئه بعمل رابطه للحكام اشيل المبنى ما اخلي الحكام اصلا يتمرن بالاتحاد ولا اشكل لجنه. مفروض يا ابو سعود اذا هم يعملون على منظومه اليوم لازم تنشئ رابطه للحكام مستقله كامل مستقله رئيس الاتحاد ما له شغل فيهم. لكن اليوم راح اليوم لو تشوف اللجنه اليوم نثني على اللجنه ايا كان راح تمر نفس الاحداث ونفس المشاكل. حتى لو تجيب لك مجابه الحين اجنبي من برا عشان يدير الهيئه هذا اللجنه مشى. حتى الان لو استعنت في حكام وانا ما اشكك فيهم لكن هم راح يقطون اللوم والله انت محابي الحكم هذا ضد هذا. فانا من الاساس اذا انا بنشئ حكام مستقبل يعني شفنا المستويات اللي قاعد يقدمونها برا في على مستوى اسيا الحكام اللي قاعد يديرون المباريات. لكن اليوم ليش ما تنشئ انت كهيئه رياضه ليش ما تنشئ رابطه للحكام مستقله ما لها شغل لا رئيس اتحادها ولا اعضائها وتنشئها لها عاد لها شروطها منو يمسك هذه الرابطه ويكون حتى تمرين. انا يمكن احنا كنا نراجع بصراحه نراجع الاتحاد نشوف الحكام طالعين رادين ولا وتخيل يعني فوق ال 14 لما كان 14 عضو الاتحاد الحكام نص الاعضاء الاتحاد تمرين الحكام وهذيلا منين جو؟ هذيلا جو من الانديه. هذا ما يثير شك ما ياثر على مستوى الحكم ما يدخل الحكم في ضغط. انا اعتقد ما دام هذا الامر مستمر راح تمر حتى لو تلغي هذه اللجنه تاتي لجنه ثانيه بتظل نفس المشاكل. طيب. يعني الحين مع الفار قاعدين انت تقول لي ان الحكام الحين احسن مع الفار قاعدين يغلطون. انت بعطيك اول هذا بكل مكان ترى الفار ادري يعني الفار غلط يغلط مع في كل دول ادري يتعمدون يعني نقول يتعمدون لا ما يتعمدون لا ما نقول يتعمدون بس اذا مع الفار يغلط متى ما يبي يغلط. طيب ابو موسى تلاحظ في يعني خلينا نقول في اختلاف في اداء الحكم الموسم على المواسم السابقه؟ طبعا إيه اكيد في اختلاف يعني يمكن احنا شاهدنا الحكام هذا الموسم مثل ما قال الدكتور يعني هالموسم في افضليه من ناحيه اللياقه البدنيه من ناحيه التحكيم من ناحيه ايضا الحكام تحس في اريحيه يعني احنا في السنوات الماضيه دائما كنا نحس الحكام تحت ضغط كبير صراحه كانوا يعيشون تحت ضغط وكنا مثل ما تفضلت النقطه اللي ذكرتها وذكرها الاخوان اللي هي وذكرها ابو علي اللي هي كان في تدخلات من بعض الانديه في استبدال حكم قبل المباراه والله هالحكم ما ابي يحط لي هالحكم هذا كان يحصل. لكن احنا هذا الموسم تحديدا يمكن احنا ما عندنا علم صراحه انا امشي على كلام الدكتور الكريم لما قال ان في متابعه من رئيس الاتحاد بخصوص الحكام يمكن هذه نقطه ايجابيه تحسب للاتحاد لرئيس الاتحاد. لكن النقطه الاهم ويمكن اذا يعني الدكتور ياكدها او ينفيها موضوع المكافآت للمباريات هذا الموضوع هو الموضوع الفيصل في موضوع الحكام. لان اليوم انت دائما رئيس لجنه الحكام اذا بيحابي حكم يسند له عدد اكثر من المباريات لان بالنهايه راح تطلع له مكافاه اكبر في نهايه الموسم صح ولا لا؟ فبالتالي انت اليوم لما نفس الشيء لا خليني اقول لك لما تيجي توحد انت الحكم كل الحكام ياخذون نفس كراتب متساوي
سواء حكمت 10 مباريات او حكمت مبارتين انت بالنهايه راح تاخذ نفس الراتب، فبالتالي هني ما راح يصير في محاباه. لا لا هني ابو موسى راح يصير في مساواه محاباه، راح يصير في مساواه. موسى الحكم ياخذون نفس العدل، يقول لك انا باكر والله اليوم مريض ما لي خلق احكم، يجيب واحد ثاني راتبي نازل مكافاتي نازله نفسها. لا بس انت لا لا هني شنو المكافاه؟ تحط ضوابط. وانت شوف عزيز اليوم تدري شو قاعد يصير خلال الموسم، في حكم نشوفه يحكم 20 مباراه وفي حكم يحكم 5 مباريات، وسب ان اللجنه تبي تفيد هالحكم ماديا، لان هذا الغلط الغلط باللجنه ابو موسى. لان ابو علي تي ليش ابو علي؟ بالنهايه انت قاعد تعطي مكافاه على المباراه، ما قاعد تعطي شيء ثابت. الحين ترى في كل دول العالم يعني لا مثلا خلينا نروح قطر، ترى قطر ياخذون معاش ثابت الحكام وياخذ مكافاه على المباراه غير ما له علاقه، عرفت؟ على ادائه، على تميزه في المباراه، على قله اخطائه في المباراه. فانت ايوه عاد هنيك صح بالضبط، انه اذا ما تغلط وايد تاخذ مباراه، غلط وايد هنيك محاسبه تقول على عملك. هذا يعني صراحه الموضوع المكافاه هذا قاعد يخلي اللجنه، ويمكن يعني ابو احمد من الناس اللي عاشوا يعني هذه الفترات، انا هالحكم ابي ابره ببطه، ابي ابره اعطيه مباريات كثيره، هذا الحكم والله انا علاقتي فيه ما هي طيبه، والله اعطيه مباراتين ثلاث مباريات. طيب ابو احمد يعني ما وانت باللجنه ما عملتوا على تطوير الحكم؟ ما عملتوا على يعني خلينا نقول الاهتمام بالحكم الكويتي؟ مو معقوله انتوا باللجنه، انت ايامك حكمت، رحت كاس العالم، رحت كاس اسيا، رحت دوره الالعاب الاسيويه، من بعدك يمكن ما شفنا ولا حكم كويتي، وين دوركم كلجنه حكام؟ نشوف حكم في كاس العالم، نشوف حكم في ابو سعيد. اول اجتماع كان لنا يوم انا دشيت عضو لجنه، انا قلت حق عثمان، قلت له انا انظر حق كاس العالم القادم انه يكون طاقم كويتي متواجد. طبعا هذا اللي هو 2022 قصدك ولا لا 2022 اللي بعد 2022 26 يعني انت بعد انت متى تبي بعد 2000 وكذا؟ اي اوكي يعني انت الحين حط لك طاقم زين، حكم ومساعدينه، اتعب عليهم صح لغايه حتى لو 2022 بعلاقاتك بادائهم، يعني يدشون كاس عالم ليش لا؟ ترى الحكم الكويتي جدا جدا مميز بس للاسف مظلوم برا. شنو ناقصه زين؟ اول شيء العداله، تنقص العداله. عداله وين؟ العداله باللجنه. شكو انت الحين انا بدش احكم حلو، تعطيني مباراه مثلا، ما تعطيني مباريات، تعطيني مراحل سنيه مثلا، تعطيني مباراه صعبه مثلا ديربي خلينا نقول السالمية والعربي مثلا، تبي تطيحني؟ عطني مباراه بالتدريج، تعطيني مباراه تحط وياي مساعدين، يعني مع احترامي حق زملائي، مع احترامي حق مبتدئين تبي تطيحني مثلا؟ خل هذه نفس ما تفضل ابو عائشه، انت تاخذ 10 مباريات تعطيني انا مبارتين، وين العداله بهال؟ انا التمرين يومي التمرين، انت يعني يعطيني مباريات مو على الكفاءه، على هذا رفيجنا محاباه، هذا رفيجنا عطى هذا. بس انا ما اتكلم عن اللجنه الحاليه، انا اتكلم احنا لا اتكلم عن فتره، انت لا تتكلم عن اللجنه، احنا لا اتكلم عن فتره. انتم دوركم كلجنه يعني المشكله ابو احمد، مشكله عندنا في الكويت كل واحد يطلع من منصبه اي ينتقد ينتقد. زين انت لما كنت تعمل وين يعني ليش دوركم ما طالبتوا بالعداله؟ ليش دوركم ما يعطونهم فرصه؟ يمكن طالبنا بالعداله، انا يمكن موجود طالبت بالعداله، وللاسف الحرب كانت من الزملاء، من داخل مو من زملاء، يعني مني ومني للاسف، من الحكام نفسهم. انا ما ابي يعني لا احنا انت ما تبي احنا نبي، عرفت؟ يعني ليش هذا يا شايف نفسه، هذا يا يبي يعني يبي يمشينا على مسطره، انا ما بمشيك، انا بنمي مستوى الاداء البدني فيك، انا بنمي مستوى الاداء الوظيفي فيك، انا ابيك تصير احسن شيء، ليش انا طالع اللي برا؟ بطورك انا يوم شفت اللي انا اظن كلمتان عاشرت وعاصرت الحكام اللي برا من المباريات اللي اروح لها، انت احسن منهم ترى. انت مثلا ابطال دوري ابطال اسيا، في حكام انت اميز منهم يا الكويتي، انت احسن منهم، ليش انا اظلمك؟ انا بالعكس هاي اسقلك وامرنك وادر واعطيك احسن شيء، احسن من مستوى ادائك يا اخي علشان تحكم هناك. يحاربون ما تبون انتم تحاربوني؟ ليش تحاربون انتم؟ ايش حق تحاربون الكفاءه؟ انت الحين شكلت لجنه بالبدايه، وين اللجنه؟ وين الكفاءات؟ خل ياسر احمد على كتر، وين منصور ابو اسماء بذكر لك اياها، وين عبد الله مراد، وين
يعني قاسم حمزه، قاسم حمزه، ويعني في عده اسماء عندك، مشعل العوضي، يعني يوسف العوضي ترى هيئ الحكام نفسيا، وعنده مشعل العسعوسي، يوسف ثويني، يوسف ثويني وينه، يوسف ثويني يعني. مشعل العسعوسي وينه، وانت وين اللي طلعوا هذيل كلهم الحين البحرين مثلا، ضربك مثال البحرين، تو بطل نواف شكر الله، حكمنا العالمي نواف شكر الله وحكمنا العالمي ياسر تلفت، وين ودهم على طول؟ واحد صار محاضر بالاتحاد الاسيوي، واحد صار مقيم بالاتحاد الاسيوي. انزين انت الحين عندك واحد بس في الاتحاد الاسيوي مقيم، واحد عضو لجنه بالاتحاد الاسيوي، شو السالفه؟ سنين وبنين دراك، يمكن لا محمد، يمكن الاتحاد، يمكن الاتحاد الاسيوي يحاربهم. اي اتحاد اسيوي؟ لا الاتحاد الاسيوي ما يحارب، الاتحاد الاسيوي يبي الفكر، يبي الثقافه، يبي الاتحاد الاسيوي يبيك انت. انا يوم خذيت الدكتوراه الاتحاد الاسيوي يقول لي تعال الباب مفتوح لك، انت انا طورتك وثقفتك ووصلتك مرحله مرموقه، هذا باب انا ابيك عندي، بس وين اللي رشحك؟ يعني الحين انا بعد اتكلم الحين بالاتحاد الاسيوي عندك ممثل واحد سنين، سعد كميل، وين حكامه؟ ليش ما يطلعون دوري ابطال اسيا مثلا ولا كاس الاتحاد الاسيوي؟ ليش ما يطلعون بالمحافل الدوليه نشوفهم بعيننا؟ ليش ما يتكلمون على، ليش ما يتكلمون خلينا نقول مو بيت سعد كميل، مو بيت سعد كميل يا ابو احمد، انا ما قلت لك سعد كميل، ما انا ما منو الممثل، منو الممثل، الممثل منو؟ انا اقول لك مثال، ادري ممثلنا الحين في اللجنه منو؟ مو سعد كميل، سعد كميل يعني تقصير من سعد كميل قصدك؟ انا اضرب مثال، ليش البحرين عندهم مثلا سبعه بالاتحاد الاسيوي؟ لان رئيس الاتحاد البحرين، لان رئيس الكويت واحد، لان رئيس الاتحاد هذا البحرين قال الامارات اربعه ماي خمسه ثمانيه، رئيس الاتحاد الاسيوي ما له علاقه، انت عندك ترشيح من دوله الكويت، يعني ها يعني الكويت ما يرشحون، اي الكويت ما يرشحون، شنو انا الحين خلصت تحكيم 2018 ليش ما رشحوني؟ سيمينار صار بالكويت، ثمانيه دشوا السيمينار كلهم سقطوا، هل معقولة ثمانية يدشون كويتيين يسقطون والجميع ينجح بالاتحاد الاسيوي؟ شنو الخلل؟ وين الخلل؟ إذا ساقط وش يسوي؟ لا يقول لك فيها ثمانية، يعني ثمانية يسقطون زين، واحد ما ينجح، واحد وباقي الدول كلهم ناجحين؟ ثمانية فكر، أنا أضرب لك مثال منصور مثامرة والشهادة كلنا ناجحين، يوسف العوض إنجليزي فت ما ينجح، منصور أبو الإنجليزي وأداء ما ينجح، يعني ثمانية. شنو السبب؟ السبب بعد شوف شنو قول، لا ما أدري السبب، بعد يدخلون ما أدري والله، يعني هم نفسهم بالكويت ما يبون الكويت ينجح، ما أدري، يعني الحين ليش أنت ما ترشحني اتحاد آسيوي مقيم محاضر لياقة بدنية إيش حاجة، مو دكتوراه، دكتوراه بالتحكيم، ماجستير بالتحكيم، ليش؟ أتمنى رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد يسمعون الكلام هذا، ليش ما بداية قلت لك أبو علي انسان ماشي سيده ستريت، انا ما اتكلم عن رئيس الاتحاد، قلت لك عنده ايجابيه وايد، ما اتكلم عن الاتحاد كله، نتكلم احنا نتكلم بشكل عام، اي بشكل عام، وين الكفاءات هذه؟ هو ما دكتور احمد ما قاعد يصير ترشيح من الاتحاد الكويتي، الاتحاد هذا قاعد اقول لك ليش ما يصير، ليش ما يرشحون؟ شوف انا خل افيدك انا بختم فيها عشان بروح حق فاصل، افيدك انا الان رئيس اللجنه الاعلاميه في الاتحاد الاسيوي مثلا، زين رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد الآسيوي معي أعضاء صح؟ إيه. منو إعلامي مثلا؟ أي اسم من الأسماء؟ أي اسم؟ سين منه؟ خلف العنزي زميننا. إيه. اشتغل إنه ما يترشح يكون في 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 لجنتي عشان لا يأخذ مكاني، عشان لا يصير أحسن مني، عشان لا يقولون في كويتي أحسن مني. وقيسه على باقي اللجان. هذه مشكلتها ككويتيين بوعلي. هذه مشكلة. تيجي شو المشكلة الثانية بعد؟ المشكلة الثانية ما يبون كويتي حنان. شون حنان؟ يعني أنا الحين رئيس لجنة إعلامية. ما بيك شوي رايح حق الشيخ سلمان أبو إبراهيم لو سمحت. أبي مثلا خلف العنزي. أبي فهد صلال. أبي يوسف ملا. أبي تيجي شو بيقول الشيخ سلمان؟ هذا دوخنا يبغى شيلوه من لجنه بكبرها، خل نفتك منه، فهمت؟ فشو يسوي الكويتي؟ الكويتي يقول انا مو رئيس لجنه اعلاميه،
أقعد مرتاح، سفرات، مهمات رسمية، اجتماعات، بوكت ماني، وشبيب إن شاء الله ما يب خلف العنزي، وإن شاء الله ما يا يوسف الملة، وإن شاء الله ما يا فهد الصلال، وما أدري فواز الصلال. هذا شغل إن شاء اللجان بالاتحاد الآسيوي، أنت لازم تدعم ديرتك باللجان بالاتحاد الآسيوي علشان تكون مثلاً عندك علاقات عشان تدعم حكامك. نعم. شلون تشوف حكامك المحافظ الدولية وأنت عندك واحد؟ ما يبونه قاعد يحارب. ما راح تشوف. طيب خلا أروح لفاصل وبعدها سنعود. يا هاي بام. صباحك والله بالخير. يعني احد الاخوان كلمني قال لي وايد يعني اساءات قاعد توصل لي، وايد شغلات سواء يعني ككتابات، فيديوهات، يعني مسجات. قلت له شوف ايش ابيني اقول لك مثل او حكمه، شو تقول؟ تقول الحكيم يغفر اساءة الجاهل، والجاهل عاد في اكثر معنى، جاهل يعني طفل، ياهل جاهل يعني القصد جاهل عقلا وتفكيرا، جاهل يعني من ثقافة، جاهل اخلاق، وايد يعني كلمه الجاهل يعني تندرج تحتها وايد امور. فانت اليوم خليك حكيم يا اخوي واغفر، تجاهل اساءة الجاهل وبس سلامتك. عموما ابو احمد، رايك في الطاقم التحكيمي في خليجي 25 طاقم التحكيم الكويتي، وهل يعني كان الاجدر باداره النهائي؟ اول شيء انا احب اهني اخوي فارس الشمري على حصوله على شهاده بكالوريوس في الاعلام. يستاهل. ان شاء الله نشوفه دكتور، ان شاء الله نشوفه باللجنه. الله يوفقك. اضافه جديده فارس. منو هذا؟ فارس الشمري حكمنا مساعد الدوري. بالنسبة حق كأس الخليج تحكيمية ناجحة بكل المقاييس، سواء بالفار ولا بالحكام نفسهم في الأطقم نفسها. كانت في وجوه شابة جديدة اللي هو عبد الله جمالي حكمنا الدولي، هني على هذا المستوى، وعندنا سلمان فلاح القطري، وعندنا عادل النقبي الإماراتي، وعندنا إضافة عندنا أحمد الكاف العماني حكم نهائي كأس أمم آسيا للشباب، هم إضافة وخبرة حق كأس الخليج. وفي عندنا طاقم أوروبي وطاقم نعم. آسيوي، هم حكموا 8 مباريات، يعني حكموا نصيب الأسد الطاقم الأجنبي صراحة، يعني كنا نتمنى الطاقم الخليجي هو اللي يحكم. بالنسبة حق حكمنا الدولي عبد الله جمالي، أنا جدا سعيد في مستواه وأهنيه على هذا المستوى، هو ومساعدينه عبد الهادي العنزي وسيد محمود، سيد محمود ابراهيم، لا سيد محمود ابراهيم، سيد علي محمود، سيد علي مساعده، مو سيد بس عبد الهادي مو سيد. وكانت اضافه حق الحكام الكويتيين صراحه، رفع راسنا وحسب 3 ركلات جزاء في مباراه اليمن، 3 ركلات صحيحه عبد الله جمالي حكمنا، ومن غير لا ينظر الى الفار، من غير لا يروح له، يعني 3 ركلات حاسمه. وكنت اتمنى في المباراه النهائيه واشاده الجميع، يعني حتى قناه مثلا قناه حكم، قناه الكاس وقناه نعم. الكاس نفسهم كلهم اشادوا في عبد الله جمال ورفع نعم. راسنا صراحه، كنا نتمنى بالنهايه على الاقل كان خلوا حكم رابع في النهائي. نعم. شنو السبب عدم من وجهه نظرك؟ هل يعني ما ادري، هل ترى بانه والله ما عندنا ممثل كويتي مثلا؟ انا هل محمد باجيه ما يعني ما قام بدور مثلا في 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 دعم عبد الله الجمالي؟ استاذ محمد باجيه على عين وراس، يمكن ما كان له دعم، يمكن هو سعى بس ما حصل دعم من الاخوان في اللجنه، لجنه الحكام. اخوي ناصر العنزي كاس الخليج في قطر، احنا شفناه يعني استبسل على حكمنا احمد العلي واللي حكم مباراه قطر
دولة سعودية. قطر دولة سعودية شقيقة يعني. نعم. وكانت العلاقات صحيح وحكمها بنجاح، عرفت يعني. لو إن في استبسال داخل اللجنة كان شفت حكمنا الدولي عبد الله جمالي في النهائي. طيب أبو ثامر، إحنا ما أنت ما التقينا وياك خلال كأس الخليج، شلون شفت البطولة وشلون شفت منتخبنا في هذه البطولة؟ والله أبو سعود شوف، المنتخب إحنا يمكن دعمنا المنتخب كونه منتخب شاب، أوكي في بعض العناصر. ما شفت ما رحت دور الخليج؟ لا لا. كان أنت بيتكم بالجهرة عدل؟ أقرب. لا فوق السطح تقدر تطلع، فوق السطح تطلع شو المباراة. إحنا صوت الجمهور نسمعه. فبالعكس يعني يمكن لما تقيس كنتائج بسعود كفوز وتعادل وخسارة أنا أعتقد يعني مؤشر طيب، لكن يفترض من هذا محافظة على هذا المنتخب وخاصة المدرب إصطاف المدرب متى ما كان الاستقرار، لأن أساسا ما عد إعداد جيد لهذه البطولة المنتخب يعني إعداده ترى إعداد يعني أنا أحس حلو حلو عفوا أحس أنه متواضع بسعود، لكن كمؤشر كنتائج الكل قال انه ممكن يكون الحلقه الاضعف منتخب الكويت في هذه البطوله يخسر بالاهداف بالجمله، لكن الحمد لله يعني ما شفنا الـ هذا الشيء او هذا الانتقاد اللي كان يسبق هذه البطوله لما تفوز المباراه وتتعادل وتخسر هذه، وبعدين عدم تاهلك هو ما خدمتك نتيجه الامارات وقطر يعني تعادل صار بالمباراتين. فمؤشر جيد. مشكلة تفشل بثامر مباراة الأولى. مباراة الأولى. أي الأولى. يعني قطر يعني. مع قطر يصدق على الأقل كنا نقدر صح تعادل. لو التغييرات اللي صارت. لكن مجمل مستوى البطولة بسعود فنيا ضعيف المستوى، إحنا ما شفنا المنتخبات ذيك القوة اللي يعني شفنا المنتخبات كلها يعني، هل في منتخب من المنتخبات هذه يوصل مثلا يوصل أدوار نهائية في كأس آسيا؟ مثلا في بطولة يعني فنيا كمستوى لا كمستوى ما شفنا مباريات بصراحة بالمستوى الفني اللي تحس انه تستمتع. انا اعتقد انه في بعض المباريات اثر عليها احوال الطقس والامطار، لكن بإجمالي البطولة فنيا كان متواضع جدا. طيب. انا بما نتكلم عن البصرة، لحسن حظنا اليوم عندنا اثنين راحوا البصرة خلال هذه البطولة. في تقرير زميلنا يعقوب العبادي عمله تقرير جميل خفيف لطيف نشوفها مع بعض، وبعد ذلك راح نسأل ضيوفنا اللي راحوا البصرة. تحياتنا لأهلنا في الخليج عامة والكويت خاصة. من دشينا وهم كل واحد شوف، مثلا أقرب مثال أبو سيف الله يكثر خيره اللي مثله وشرواه، احرجونا والله بالمضيف والكلام الطيب، حتى بس جاي اشرب شاي اخر شيء اجى واحد عراقي دفع حسابنا ومشى وانا ما اعرفه ولا يعرفني. حبيبي طول اعماركم والله، احرجتونا بطيبكم والله العظيم، والله العظيم احرجتونا بطيبكم، هذه كلمه حق وحبيت اقولها. هذا برازق سموني، هذا ابو السمسم، هذا بخصم، هذا كعك المفضل، هذا عندكم انتم اهل الكويت تحبونه تموتون عليه. اهاليتنا كانوا يقولون خميس وجمعه ينزلون الكويت يكفون الكعك والبسكت مالنا. لا زالت روح التراث العراقي موجوده، وامانه الشيء الموجود يفتح النفس. الوصيه على كل شيء حلو في البصره، لكن لما وصلنا للبصره لقينا كل شيء حلو، ايش نشيل؟ يشيل البصره كلها يعني ما شاء الله كل شيء حلو في البصره، خصوصا الاشياء التعامل، الاخوه اللي موجوده، التضامن اللي موجود، المعامله الطيبه، نشيلها هذه كلها؟ ما نقدر نشيلها طبعا. ما شاء الله معرس طبعا بعد لازم بعد صرنا منهم خلاص ما يحتاج. والله اول شيء كريمين، اول شيء نشكر الكويت اللي سمحت لنا بهالفرصه الجميله هذه، ونشكر العراق، وعسى الله يديم فرحة الخليج دائما، واخوان واهل وربع، وان شاء الله من احسن لاحسن. لنا الشرف بلقائكم في البصرة وفي كركوك، وصدورنا مفتوحة لكم، قلوبنا مفتوحة قبل الارض، واهلا وسهلا بابناء الخليج ابناء العروبة. تحياتنا لاهلنا في الخليج عامة والكويت خاصة. والله اللي شدني كل شيء، لكن اهم شيء انتم
اهل البصره. نحن والله جايبين فلوس معنا ما خلونا نصرف حتى ريال. فانتوا اهل الكرم اهل الجود جزاكم الله خير، واتمنى ان شاء الله ترجع العراق احسن ما كانت. مكانكم مطرحكم بس العلم قناه كويتيه. الكويت والعراق شعب واحد، الله يحفظكم. اشكر. عمان اخوتنا اولاد قابوس، الناس الطيبين اللي فعلا ناس شرفاء اللي ما همتهم لا طائفيه ولا همتهم تفرقه، بالعكس ينادون نحن اخوه يد واحده. اذا الشعب يوم من اراد الحياه فلا بد ان نسيده بالقدر. شكرا اخوي يعقوب العبادي الله يعطيك العافيه على التقرير، شكرا لمن تعاون معاك. يعني ابو علي شفنا محمود سلطان لبس قترتهم وعقالهم، شفنا صالح البارحي زميلنا العماني بس هذا بالب ليش؟ والله ما راح السوق انت؟ لا رحت السوق، رحت شريت؟ والله شريت بخصم. لا بغينا نشتري جيمر المهم انا احنا ثلاثه المهم بالسياره، المهم بغينا نشتري نفتر. قال والله ما ليش ماكو جيمر؟ يقول الكويتي مخلصين الجيمر كله ماكو جيمر. شرينا والله شاي العراقي هذه الفله. البخصم ما شفنا شيء، وين وديت؟ والله وديته ووزعته بعد التالي بلاع البيزت. لا والله صراحه اللي شفناه يعني فاجعنا، كنا متوقعين على الكلام اللي صار قبل البطوله. نعم. عن الامانه بالعكس الامان موجود وكل شيء، وهالاسواق الاسواق القديمه والجديده يعني شيء صراحه. ها والكرم مالهم. اي والله والكرم مالهم صراحه. انا طبعا هذا قال عطالي شاي ما شو اسمه، انا والله خذيت هذا نخي. قلت له عطني نخي. قال شو؟ قلت له شنو؟ قال لبلبي. قلت له اي لبلبي. المو كليب هذا المو بايمن. وقال لي اسلم علي وهذا. قال صوره لاعبنا هذا يا كويتي. شو يقول لاعبكم؟ شو يقول المو بايمن بحاسبه؟ قال لي لا خلاص روح بدون حساب. ايش تبي؟ كان ماخذ اكثر فلوسك. فلوسك دام احنا نسولف على العراق. ابي محمد كرم لما الهدف اللي صلح حق ناصر الغانم هذا اي استاذ؟ لا بغداد. بغداد بوني. لا بغداد ابو احمد. انت رحت دكتور البصره؟ اي نعم. هو المفروض اروح وياه. انحاش مني غفا خاف منك قال ابو احمد يصيدونا. يعني طبيعي الكرم الكل قاعد يسولف عنه صراحه في البصره. حضرت مباريات؟ اي نعم حضرت. حضرت الافتتاح، حضرت مباراه الدور قبل النهائي. صراحة يعني يعجز اللسان إذا تتكلم عن كرم البصرة وكرم العراقيين نفسهم. لما قالوا لك عين غطى وعين فراش، يعني صج عين غطى وعين فراش، يهيئون لك كل السبل. ببيوتهم تنام، أمن موجود، أمان موجود، بس تنظيم ما في. يعني الحلو حتى سيارات الخليجيين اللي جايين عن طريق الكويت يدششونهم داخل الاستاد، هذا من ناحية الأمن والأمان حق السيارات. أما تعال دش الاستاد ما تقدر، من الفوضى من تنظيم. مو الفوضى دكتور، جمهور وايد. جمهور هذا الجمهور هذا جاي لك من الموصل، جاي لك من بغداد، جاي لك من بدش الملعب لا تلومه. يعني الملعب كله عراقي، ملعب كله عراقي، ما لك كرسي أنت أصلا. حتى لا تروح، هم يروحون من الصبح ترى. مباراة الساعة كم؟ 7، تلقاهم الساعة 12 الظهر بالملعب قاعدين، عرفت؟ نعم. بس اما تبي يعني ما تلومهم على التنظيم. صحيح. اول بطوله من 43 سنه ابو احمد. اي بس انت تتكلم عزيز على القوه البشريه. نعم. اللي موجوده داخل الملعب من ناحيه التنظيم اللي. نعم. اللي ما يقدرون بعيون. نعم. يعني القوه البشريه 1000 بعيون 60000. لا بس هو ما حط شاشات. حتى لو لو كانت هناك بطوله قادمه لاستضافة العراق، انا اعتقد ما راح يكون نفس الشيء هذا. اكيد بتصححون الاخطاء وراح يستفيدون من هذه البطوله. صحيح. كثره الاخطاء راح اكيد يتراجعونها في هذه البطوله. لا شنو مثامر ان الدكتور ان بسعود ان يعني انت لما تقول ان الجمهور موجود مباراه العراق. أي.
كل مباراة سلو العراق مو طرف وموسى الملعب متروس يعني الملعب فل حتى لو يعني العراق مو طرف من عمر الجمهور يحط حتى بالعراق لا لا يعني قصدي مباراة مو حق العراق أهم الجمهور مو طرف مباراة لكن الجمهور موجود هذه نجاح البطولة بالجمهور شوف استذكر هذه البطولة كأس الخليج اللي صارت في اليمن شلون كان فرحان فرحة الشعب اليمني كان يشجع أي منتخب أي فريقين منتخبات تلعب غير اليمن نعم. فكانت فرحة الشعب نفسه قاعد أشوفها بالحضور والحضور يعني شفنا في كأس الخليج اللي في اليمن كان حضور جمهور قوي يعني مو طبيعي نعم. الآن تشوفه الحين لكن أنا في أحمد الزيد يمسي عليكم بالخير والنعم أبو بدر فأبو بدر بارك له فوز الأهلي وقال بارك لي بدام عزيز موجود ألف مبروك يا أبو بدر فوز الأهلي على الزمالك 3-0 تستاهل يا أبو بدر قبل لا تطلع فاصل تفضل انا الحين بعد انت نصراوي بعد انت الحين يا ابو كريستيانو انت ايش تبي تسوي يعني الحين كل بطولات حق العالم عموما على طاري احمد الزيد اخونا احمد الزيد وان شاء الله يعني احنا الاخوان بيجرون معاه لقاء ان شاء الله لتوضيح تغريدته اللي كاتبها امس انا قاعد احاول ادورها اي هذه هو تغريدته موجهة حق الاتحاد الكويتي كرة القدم يقول ترى لنا فلوس من الموسم الماضي ما أدري إذا تدرون ولا نسيتوا خافوا والله كلموا الهيئة سالفتكم عادي حقوق المراقبين تنسونها مع الحكام ولا شنو ولا شنو نبي حقوقنا بس هذا يتوضح المشاهدين أحمد زيد أحمد زيد مراقب مباريات في الاتحاد الكويتي كرة القدم استقال قبل شهرين أو ثلاث هذا الأمر احنا إن شاء الله بنقابله يعني يمكن بعد يوم يومين يكون في لقاء أيضا مع أخونا أبو بدر سواء داخل الاستديو أو نطلع إلى كاميرا بنشوف موضوع الحقوق والمكافآت وهذه النقطة يمكن حتى أبو موسى تو تطرق لها مع أخونا الدكتور ياسر يعني ما نعرف إلى متى هذا الموضوع يشغل بال العاملين في 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 هيئاتنا الرياضية سواء كلاعبين في كمدربين يمكن حتى أبو ثامر يدري مشكلة رواتب عندهم مدربين ومحترفين ما اندفعت من فترات وإداريين يمكن حتى أبو ثامر راتب استلمت راتب 24 يعني ما أدري لمتى يعني متى يعني متى راح أي مسؤول عن الرياضة يحل هذا الموضوع يعني هذه من النقاط اللي قاعد نعاني منها وصار لنا فترات نعاني منها كل ما يجي مدير هيئة ما قاعد يشوف يحل هذا الموضوع صراحة هل الخلل في الهيئة الخلل في الأندية الخلل في الاتحادات مو معقولة الخلل مو بالأندية عزيز ما أدري عفوا الخلل مو بالهيئة الهيئة قاعد تصرف ميزانية للنادي زين وبعدين النادي هو من يحل الموضوع النادي إذا ما حلوا النادي من يحلها منو يحلها من ما على النادي الهيئة يحلوها بس هذا نقول الخلل عند منو لازم الهيئة تقول لك وزارة المالية يمكن لا يعني احنا اليوم يعني احنا هذه اعطيك انا الميزانية كنادي وانت لازم في جزء من الميزانية معاشات صح. وانت ما تدفع معاشات انا ما لزم انا لا وتيش ابو موسى تيش اللي يقهر صراحه وبختم فيها بروح الفاصل يقهر لما يطمرون الواحد كانه يا يطر منك صحيح. هذا اللي يقهر يعني تروح حق الاتحاد يقول لك والله موضوعك عند الهيئه تروح الهيئه يقول لك والله موضوعك عند الاتحاد وعند الهيئه هذا على مستوى مثلا العاملين في الاتحادات اللي في الانديه تروح النادي يقول لك والله بالهيئه تروح الهيئه يقول لك والله ارجع النادي لا زين وين يروح اللي عنده حق انا خلك خاطر مسؤولين اي واحد اللي بيده الشغل ليش تذل الواحد يا اخي يا اخي كله حقه ما تبي تعطي حقه ليش تذله يا اخي اهم ما تعطي حقه وهم تذله يجيك الصوب يروح الصوب يا جماعه ما يجوز هذا حق من حقوقه يا ابو علي اي حقوقه ادري ليش تذله مع حقوقه وتذله هو يفترض اليوم انت في عصر التكنولوجيا يفترض انت بدايه الموسم كل نادي كشف العاملين يروح الهيئه وخلاص يصير مع رقم الحساب البنكي والهيئه هي تنزل الراتب بحساب الموظف اي بس دائي على طول ليش هو يقول لك والله هذا موظف بالنادي وما ندري غاب ما داوم حضر ما حضر في كشف شهري يروح حق الهيئه
احنا اليوم انت الحين شلون ينزل معاشك بالوزاره؟ مو انت قبل ما ينزل معاشك في كشف يوصل؟ هذا نفس الشيء يوصل. لكن انا لا اخلي الموضوع عشان نحل هالموضوع، لا تصير الفلوس تروح من الهيئه للنادي وبالنادي يتصرف، لا خل الدفع من الهيئه دايركت للموظف. حضور انصراف موجود متواجد الموظف هذا بس. والله في مشكله ابو احمد، والله ما انا ماني عارف يعني منو اللي يحل، لان ايش اللي قاعد يصير؟ بعض الانديه بعض الجهات، مو الانديه خلينا نقول بعض الجهات، سواء انديه اتحادات مالي شغل، يساومون. صح يساومون. يعني انت اليوم انا موظف عندك ابو احمد، انت بهيئه ولا باتحاد ولا بنادي، كم راتبي؟ 400 دينار. ترى راح احطك غياب اذا 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 ما اعطيتني مثلا من ال 400 100 دينار كل شهر مثلا، ايش تبيني اسوي؟ انا ايش تبيني اسوي؟ راح اوافق. ما يخالف. زين شنو حلها هذه؟ حلها تنزل من الـ من 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 الـ من الـ من, الـ من, الـ من الهيئه اوريدي الكشف مال الحضور والغياب، منو يدزه؟ النادي. واذا ما اعطيتي هال100 ترى اهم بالكيس اللي بدز الهيئه اعتبرك غايب. الحل بسيط جدا، شنو؟ انك تحط رقابه من الهيئه على النادي هذا، شوف فلان يداوم كل يوم بيروح له، مو كل يوم، يحط له مثلا يومين بالاسبوع، حط جهاز بصمه بالنادي، حط جهاز بصمه. ترى الحلول موجوده، حط جهاز. شوف الشيء بالشيء يذكر، في لاعب عندنا وتعرفه من رواد الديوانيه عندنا، جاسم العويس والنعم يعني يذكر لي سالفه عن لاعب، ان هم اللاعب كذي كان يقعد بيتهم، واخر الموسم تنزل الفلوس وياخذون النادي نص وهو نص في احد الانديه طبعا، يعني عرفت. فهذا الواقع حتى مع اللاعبين قاعد يصير، مكافاه اللي هي الاحتراف الجزئي. نعم. انه يمكن مثامر عايش هالفتره هذه ويدري. نعم. يعني صح. فهذه المشكله اليوم. طيب عموما على طاري الفلوس، نما الى علمي رحنا فيها. ايه هذا الموضوع هذا في متشعب صراحه. انا راح اطرح جزء بسيط منه وبعدين راح افتح الموضوع بشكل تفصيلي اكثر. تذكرون بطوله الخليج، بطوله كاس الاتحاد الاسيوي اللي صارت في الكويت، اللي نظمها النادي العربي، يو العربي، يو الرفاع البحريني، يا فريق فلسطيني ويا فريق عماني. هذه كانت يمكن على ايام كورونا او يعني بعد ما انفتحت شوي الاوضاع، ولا تزال طبعا اجواء كورونا موجوده، تذكرونها يمكن. اللي نما الى علمي ان فحص كورونا الدوله او وزاره الصحه قالت ببلاش، الباجي عاد ما يندرح. اكمله بحلقه ثانيه، لكن سؤالي لوزاره الصحه وللاخ معالي وزير الصحه، اتمنى توضح لي هذه النقطه. هل فحص كورونا في هذه البطوله اللي اقيمت اعتقد شهر 5 الماضي، 2021، هل كان الفحص كورونا مجانا ولا بفلوس يا وزاره الصحه؟ البطوله مو كانوا اللي بيحضر اللاعبين، اللاعبين لازم يفحصون كورونا قبل لا يحضر المباراه، قبل بعد المباراه، كان مجانا. انت تقول مجانا؟ اي مجانا كان الفحص. انت متاكد فحصت؟ انا متاكد انه مجانا. انت فحصت؟ لا انا مو لاعب، انا مو لاعب وياهم. ايش دراك مجانا؟ عندي علم ان الفحص كان بالبطوله، حق البطوله، حق اللاعبين مجانا. كل الفرق. اي متاكد من المعلومه؟ متاكد. من وين لك المعلومه؟ مصدرك منو؟ ما يصير اقول لك مصدري. لا مصدري تعرفه انت؟ لا ما اعرف. تعرفه زين بعد. والله ما اعرفه. والله تعرفه. انا عموما وجهت الكلام الان لمعالي وزير الصحه او الاخوان وكيل وزاره الصحه، عاد الموضوع يخص منه هني. عاد يا معالي وزير الصحه، يا وكيل وزاره الصحه، تبحث في الموضوع وتبلغنا بفلوس ولا ببلاش. فاصل. صباحكم الله بالخير. قبل اروح حق الاتصالات بس خل اشكر الشيخ الدكتور طلال فهد، وامانه يعني هذا الرجل في كل لقاء انا معاه دائما يسال عن ابو محمد، وهذه كلمه حق، يعني دائما يستفسر عنه، محتاج شيء، يبي شيء، يوصي على شيء، دائما طمنا على صحته.
ودائما يعني لما كان في لندن يحرص على زيارة محمد في كل وقت ويطمن عليه. اليوم ابو مارك دوسري الشيخ طلال، اذا الصور مخرجنا بس، الشيخ طلال كان في جدة رايح العمرة وحرص على زيارة الرياض بعد العمرة، نقول له تقبل الله وهو والاخوان اللي معاه، وزار ابو محمد في مقر اقامته زميلنا مبارك الدوسري حيث يواصل رحلة العلاج هناك في الرياض. احنا نشكر ابو مشعل، مو غريبة عليك يا ابو مشعل، دائما متواضع، دائما يعني ما تنسى اخوانك وزملائك العاملين في المجال الاعلامي. يعني انا ابو محمد يستاهل، يستاهل ابو محمد. يعني شيء يذكر، يعني يمكن طريت الشيخ طلال ابو مشعل، يمكن انا يوم كنت مع بلندر مع بنتي الله يرحمها، وكنت وقتها كان ابو مشعل رئيس نادي القادسيه وانا كنت لاعب العرب، يعني صدق ما يطوف شهر ما يدق علي الله يجزاه. اي والله، وهذه كلمه حق تغال في حق الرجل هذا عقب 20 سنه، يعني يمكن انا كنت بذاك الوقت 2015، يعني صار لنا 17 سنه على الموضوع. ما 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 قطع يا لندن الا لازم يحرص على شورتي وزيارتي ويطمن علي وعلى البنيه الله يرحمها. دائما ما يطوف شهر، شهر ونص كان يدق علي، مع انه لا حاجه يعني معاي ولا له اي صله، كان بس انه هو رياضي ورئيس نادي القادسيه، لكن كان دائما متواصل امانه يعني. وهذا الشيء يحسب امانه المشعل، اهتمامه بالرياضيين بشكل عام يعني امانه. طبعا هذا يعني شيء غليل في حق مشعل. زين هو رايح العمره، ايه زين دعا له، دعيت له عاد، دعا حق جميع الـ 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 المسلمين اكيد، وهذه اكيد العمره ايضا شكرا لله سبحانه وتعالى على ايضا قرار العفو وعوده الشيخ عذبي ان شاء الله بالسلامه، ويستحق الله الشكر طبعا بالتاكيد على كل شيء. خل اخذ اول اتصال. انا اخونا احمد الزيد ايضا حاب يدخل مداخلة، ما ادري منو اللي عندك جاهز معدنا. ولا اصبر، طيب خل نروح حق تقرير عيال. بلغت اخواني يجهزون المتصلين، لكن عموما شلون ابو علي؟ اقول على احمد زيد في مستعجل، ولا اصبر بعدين لا يمكن بيوضح شيء، او يمكن في جزئيه مهمه تطرقنا لها. انت ابو احمد عانيت من هذا الموضوع، انت عضو لجنه كنت متطوع ولا كان راتب؟ لا تطوع، والله تطوع ما في راتب، انا ما شفت الراتب نهائي بالاتحاد. حتى يوم انا حكم امانه بكل امانه، يوم انا حكم والله العظيم ما شفت ايش كثر دش بحسابي وايش كثر طلع من حسابي. اروح احكم بس ابي الكويت واسم الكويت فقط لا غير. فلوسك وايد ما تبي. طيب خل نروح حق تقرير الخاص في مباريات، ظاهر لما تجهز اتصالات تقرير مباريات اليوم ان شاء الله. في عندنا مباراتين في انطلاقة أغلى البطولات، بطولة كأس سمو الأمير الله يحفظه، هناك مباراة الصبيخات وبرقان والعربي واليرموك إن شاء الله اليوم. خلينا نشوف التقرير وبعدها سنعود. تنطلق منافسات بطولة كأس سمو الأمير اليوم بلقاءين بعد توقف المنافسات المحلية لمشاركة الأزرق في بطولة كأس الخليج. المواجهة الأولى تجمع فرق الدرجة الأولى برقان والصليبخات في الرابعة والنصف على استاد صباح السالم، حيث يسعى الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية يمني فيها الناديين بالوصول بعيدا في البطولة. أما في الثامنة مساء يحتضن استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة مواجهة العربي واليرموك. الأخضر أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، يدخل اللقاء بمحاولة الحسم المبكر لتفادي مفاجآت اليرموك الذي كان نداً عنيداً للعربي في مواجهات كثيرة جمعت بينهما. افتتاحية ينتظرها الشارع الرياضي لأغلى بطولات الموسم الرياضي 2022-2023. مشكور اخوي خلف. اخونا ابو بدر يقول اعتذر على المداخله، ودازك انه يدخل مداخله ايه وكلمني بس الظاهر ما ادري الظاهر هون يمكن. عموما قال اسمع كلام شو اسمه لا لان الاخوان قاعد يتصلون فيه، الظاهر اعتذر مع انه هو داز حق ابو ثامر انه كان يدخل مداخله. عموما ابو علي
انطلاقة مهمة وبعد يعني توقف يعني الوضع صعب ما تدري شلون الأجواء العرباوية الحين واقفين فترة طويلة ترى من نعم كأس الخليج هو العربي ولا غير العربي لأن هذه بطولة خروج المغلوب الحين طبعا أغلى الكؤوس الحمد لله كلنا متفقين على الشيء هذا لكن احنا بنتكلم فنيا ورياضيا إن خروج المغلوب يعني ما فيها فريق كبير وممكن في مباراة واحدة ياخذ منك المباراة فيعني لما نتكلم عن العربي الحين ونتكلم بشكل عام يعني مو لا يفكرون مثل العربي ولا الأندية اللي طبعا نتكلم كبيرة بالإنجازات ان ان مباراة خروج المغلوب تكون سهلة ان مباراة واحدة ممكن ياخذ منك المباراة بأي هذا فأنا أعتقد الفرق الكبيرة راح تكون جديين والفرق الصغيرة اللي ما عندها إنجازات طبعا فرصتها ان يلعبون في هالمباراه هاي في خروج المغلوب ويقدمون مستوى جيد فكثير العربي هم التوقف يمكن له تاثير لكن هم مباريات خروج المغلوب انا اقول صعبه ولازم يكون واحد جدي يكون فيها ابو نعم. ثامر توقع مفاجاه في 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 مباراه اليوم مثلا هل تتوقع اليوموك يعني مفاجاه اليوموك ما اعتقد ان هالجوله هذه او يمكن المباريات اللي تقام باكر ان في مفاجاه انا اعتقد ان الكفه راح تكون العربي مع احترامي لمستوى اليرموك اليرموك يمكن شفناه العام قدم مستوى بالقسم الثاني يعني من الدوري في الدوري الممتاز لكن الان هو يلعب الدرجه الاولى لكن العربي انا اعتقد جاهزيه العربي والقيمه الفنيه اللي يملكها من محترفين في النادي العربي انا اعتقد الكفه راح تكون لصالح العربي يعني خاصه نعم. في مباراه كون العربي الان واصل نهائي كاس ولي العهد الوصيف في الدوري الممتاز الآن أكيد يعني طموح أنه يوصل حتى لمباراة النهائية في هذا نعم. البطولة يعني العربي أنا أعتقد أنه ما راح تكون مفاجأة من اليرموك أنا أعتقد راح يكون العربي يعني على المستوى اللي شفناه في الفترة السابقة العربي أنا أعتقد أنه بأدوار نهائية في هذا هو كان انطلاقة الكاس باكر ما أي باكر لحد كاسو. لحد يوم لحد هو كان يقولون الاثنين كنا لا لحد في لعبة انطلاقتها كانت لحد ولا اي جدموها كانت الاثنين اي خلوها لحد خلوها لحد والله يعني الناس يعني لحد والاثنين والثلاثة لا هي كانت انطلاقة الاثنين اي سووها لحد لحد رئيس الاتحاد يقول انا اطلع من موبايلي جدول حق 2024 احنا ما نبي جدول 2024 يا رئيس احنا نبي دورينا متى يخلص عطنا موعد انتهاء دورينا سألها يمكن أخونا فاروق العوضي نبي دورينا هالموسم ما نبي 2024 نبي دورينا هالموسم باكر الله لا يهينك تبلغ أحد من الأخوان المسؤولين في الاتحاد قول له خلي يحط لنا نهاية الدوري الكويتي لموسم 2022-2023 ومو تغير هذا 21-22 هذا 22-23 دورينا الموسم تدري متى يخلص ايوه لا. تدري متى يخلص تدري متى يخلص ابو سعود يقول 2024 يعني ايش نبي نبي دورينا متى يخلص ما في رزنامه هذه اللي المفروض انه يفترض من الاتحاد يعني الان الاتحاد هو يقول كان عندي منظومه يفترض انت استلمت الاتحاد عطني رزنامه مثل بطولات كامله وزعها تعميم لا حط الختام ابو ثامر بتاجل حط الختام اي بتغيرها يوم نفس الان كاس الامير تغير ملعب أيوة بس خلي الناس تعرف انه ترى 1/6 ينتهي كامل بس يعني مو تغير من 1/6 يصير صح يعني اذا 30/6 وش المشكله اذا انت تاجل مثلا اذا عند نادي الكويت عنده بطوله خارجيه ولا العربي اجل مبارياته ليش تاجل جوله كامله يعني طيب مثلا خلنا من هالموضوع ارجع لي خايف من مباراه اليوم ولا لا ما يخوفكم شيء العرباوي لا ان شاء الله احنا خايفين امانه الفريق ما شاء الله تبارك الرحمن يعني في تطور مستمر يمكن شاهدنا كأس ولي العهد التوقف يمكن انصب في مصلحة العربي شفنا لما رد العربي بعد التوقف اللي صار العربي كان هو يعني الطرف في كل المباريات كان هو الطرف الأفضل شاهدنا أمام القادسية بالنتيجة يعني 3-0 شاهدنا المباراة اللي بعدها يعني العربي أمانة أنا أتفق مع أبو ثامر يعني ما في مفاجآت يعني العربي يعني منطقيا ومن اللي شفناه في الفترة ما قبل التوقف كان هو الأفضل كان في متابعة دائما يمكن احنا من خلال متابعتنا للفريق ما شاء الله في حضور يعني في التمرين في 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 التزام في في يعني في تواجد من المجلس الإدارة في تواجد من الجهاز الإداري وحارص على تواجد اللاعبين يعني في بعض الأندية يمكن مثامر يدري يعني في بعض الأندية
اثناء التوقف او مشاركات المنتخب تلاقي اللاعبين ما يحضرون، يصير في تهاون. للامانه هذا الشيء ما شاهدناه بالعربي، بالعكس كان في انضباط وفي حضور وفي تمرين جدي. يعني انا اتوقع يعني بتكون نتيجه ان شاء الله يعني زين للعرب باذن الله. اعلنوا مو اعلنوا الاخوان في جريده القبس، قالوا ان عبد الله الجمالي سيكون حكم نهائي كاس ولعد. تؤيد ولا تؤيد حكم اجنبي ابو احمد؟ لا طبعا الحكم المحلي، يعني الحكم الكويتي دائما ينظر انه يصعد المنصه ويسلم على سمو ولي العهد، يعني شرف له صراحه. واحنا نتمنى الحكم كويتي، ما الحكم محلي، ما نتمنى الحكم مهما كان. الحكم اذا اخطا مباراه ما تي تحاسب الحكام. يعني دكتور لو انا من الاتحاد اجيبهم كلهم وخليهم يسلمون على ولي العهد وكل شيء، بس ما اعطيهم مباراه. هذا طال عمرك ابو علي، هذا بعهد الشيخ طلال الله يحفظه ويشافيه، كان يصعدنا كلنا الحكام المنصه نسلم على سمو الامير او سمو ولي العهد، ويعطينا صراحه مخصصات مثلا 200 دينار حق الحكم زين مع تصعيده الحلو. بس ما يعطي كل مباراة، أهم شيء لا يعطي كل مباراة. لا فكرة حلوة ترى. اليوم احنا انت اليوم ليش تسعى انك تحكم هالنهائي بغض النظر عن المكافأة؟ اوكي صح في مكافأة من ديوان سمو العهد وديوان سمو، بس هم يعني شرف انك تسلم على سمو العهد. هذه فرصة ما تطوف صراحة. ولي العهد هذا من جانب اخر، انه كل الخليج كل العرب يشوفون هذه المباراة، يشوفوني انا اتحاد اسيا ويشوفني انا، يشوف ادائي صحيح اساس يعني ارتقي بالمستوى ويختارني في البطولات. بالسابق كان تسند المباريات النهائية للحكام اللي يقول لك اخر موسم بالنسبة لي كتكريم من اللجنة للحكم. الان لا، نشوف نتمنى الجمالي، نتمنى الحكام الواعدين. مو شرط ان انا خلاص اخر موسم لي كتكريم للحكم ان اليوم اسنده في مباراه نهائي. الجزء الاخير من حلقتنا، بس ناخذ بعض الاتصالات بشكل سريع، ما عندنا وقت. ابدا مع اخوي كامل. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ابو سعود. يا حياك الله. صبح عليك وصبح على الاخوان. حياك الله. تعطيني بعض يعني وقت. تفضل. اول شيء بجاوب لو سامر ننسال كابتن محمد كرم ب 79 من الملعب، اسمه ملعب الشعب، استاد الشعب الدولي ببغداد. هذا والنقطه. النقطه الثانيه يعني بس الاخوان الموجودين بسالهم يعني خاصه كابتن محمد كرم، بما ان جيل الثمانينات كنا نشوف جيل الثمانينات اللاعبين اللي يسددون من برا، مثلا عندك بلوشي، عسكر، حتى محمد كرم كان يسدد، عادل عباس، حسن محمود، مجموعه كان يسدون. هذه الكرات البره، الكرات الثابته مثل محمود، دكتور محمود فيط، اذكر مره بالدوري كل الفرق سجل عليهم كره ثابته. ناصر الغانم، فيصل دخيل، لكن انا اقول لك محمود فيط كان يمتاز بالكرات الثابته حتى على مستوى اسيا، يعني ما هو على بس الكويت. فاقول الحين ما قاعد اشوف المواهب هذه شنو يعني، هل يعني اسال الاخوان بيجاوبون، هل هو تدريب ما فيه على الشغلات هذه، او انه يعني مثل ما تقول يعني ما ادري ايش يدربونه ولا ان شاء الله. حاضر نطرح النقطه على الاخوان. اخذ اتصال اخوي ضاري. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ابو سعيد. يا حياك الله. اصبح عليك وعلى الكبار اللي عندك. حياك الله يا اخوي. ابو سعيد ممكن بس اكلم محمود موسى بعد اذنك؟ تفضل يا اخوي. عن فضلك. صباحك الله بالخير ابو عايشه. هلا حبيبي، الله الفضل فيك. هلا والله، يحفظك عايشه. ابو عايشه انا بس بطلع من موضوع شوي بعد اذنك. شهر 3 المنتخب عنده غرب اسيا. نعم عدل، يعني ترى كلش ما في وقت، وانا اذكر مره من المرات طلعت بسيف. عدل شنو انت مره طلعت بسيف؟ طلع بسيف، طلبت بسيف. طلبت بسيف. نعم طلبت بسيف. ترى كابتن احمد انا ابرد عليك بس بنقطه فنيه بس بحته بعد اذنك. تفضل. سيف صاحبي وانا اعرفه حلو، امر فني. انا لو مدرب كابتن احمد ما اخذ سيف في المنتخب. ليش؟ لان المنتخبات اللي راح تلعب ضدك كلها راح يلعبون منتخبات متطوره والخطوط كلها قريبه من بعض، فسيف مو اللاعب، سيف مو هو اللاعب اللي يلعب وظهره للجول، فما راح يفيدني فنيا بالملعب. عرفت؟ فهمت شلون كابتن احمد؟ وفي نقطه ثانيه في نقطة ثانية يا أبو عايشة تسمعني؟ تفضل. يسمعك وياي؟ اي نعم. اي في نقطة ثانية يا أبو عايشة، أنت وأكثر محللين دائما تقولون هالكلمة، اللاعب الزين يروح منتخب. هذه كلمة غلط ترى كابتن أحمد، وأنت مدرس وتعلم منك. إيه مو اللاعب الزين يروح منتخب،
المنتخب شنو يبي، يعني المنتخب شنو يحتاج، من اللاعب اللي يخدم فكر المدرب، مو اللاعب زين يروح منتخب. طيب يعني مثلا الحين كابتن احمد سيف لاعب زين بس ما يخدمني كفكر مدرب، ما يخدمني. طيب اختلاف المنافسه الفرق المنافسه هذه شغله. ابو سعيد بس سؤال اخير بعد تفضل شنو ايجابيات الاتحاد ابو سعيد؟ ما اشوف ولا شيء ولا ايجابيه من الاتحاد. مشكور. ما في ولا ايجابيه، ما في ولا ايجابيه. مشكور مشكور. اخذ اخوي احمد من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. صباحك الله بالخير. صباح الخير ابو سعود. الله يا حياك الله. يا حياك الله اخوك احمد المطيري من السعودية. والله نعم واكرم. يا حياك الله ابو سعود. اول شيء الله يحفظك، اتمنى الشفاء العاجل للاخ الغالي ابو محمد الملك الدوسري. اللهم امين. ويعلم الله ان من المحبين له وعزيز علينا وغالي ابو محمد، الله يمتع بالصحة والعافية. اللهم امين. اول شيء ابارك لك ابو سعود صفقة كريستيانو رونالدو، وباذن الله ان نحتفل بالفوز بكرة ان شاء الله على الاتحاد ان شاء الله. وانا شاكر لك يا ابو سعود تغطيتك للدوري السعودي، ويعلم الله ان لك عندنا شعبية وجماهيرية في المملكة يا ابو سعود، وبرنامجك من المتابع متابع دائما، ما شفنا والله حلقة يا ابو سعود. نتشرف يا اخوي احمد. الله يحفظك ومبروك. انا قد ساوي احب القادسية، والحقيقة ابارك للمنتخب العراقي بفوز بكاس الخليج، والحقيقة منتخب الكويت كذلك ما قصر، قدم مستوى مشرف. نعم. وهذه مشاركتي وحبيت اني اتكلم. مشكور مشكور يا اخوي احمد، وشكرا على كلامك الطيب. ويلومونا لما نحب حمران نواظر، حمران نواظر ولا ايش رايك يا ابو؟ نعم بس ما يخجلونا لان انت نصراويه، فانا ما اتفق. يخجلونا. مشكور يا اخوي احمد ومبروك للمملكه كلها صراحه. اليوم صفقه كريستيانو يعني فرحت كل السعوديه، ما فرحت بس جماهير. طبعا ادري ربع مبارك والفريق الترشيحي زعلانين ربعهم، بس البقيه كلهم فرحانين لان هذه صفقه مربحه للمملكه ككل وليس للعالم. بنروح حق سؤال الاخوان، اخوي ضاري واخوي كامل. بس قبل لا اروح حق اجوبتكم اللي تكلم ليش ما في تسديد وموضوع سيف، أخونا محب من دمشق دازلنا تغريدة لا بد أن أشكرها لأنه دائما يتواصل معنا. يقول من وسط العاصمة السورية دمشق ملعب العباسيين سوف يصبح أيقونة الملاعب السورية عما قريب بأيدي سورية بإذن الله تعالى، وسيتم الرفع الحظر علينا مثل الأشقاء في العراق الشقيق قريبا. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرامه. هذا ملعب العباسيين. إن شاء الله نحتفل كلنا يا اخوي، ما ادري ايش اسمك والله بالخير، لكن لاعبين في وايد والله. ان شاء الله ان شاء الله بصير نفس صاحبنا، بروح مشي ان شاء الله لدمشق اذا رفع الحظر، ومن من من العرضيه بنروح دمشق ان شاء الله مشي نحتفل انا وابو علي. روح روح يا لاعبين عليه سعود. ما يصير مشي بساعتين واصل البصره، ما يصير. بنروح مشي ان شاء الله نحتفل وياكم مع اخواننا السوريين ان شاء الله بافتتاح ملعب العباسيين. هذا الملعب التراثي، الملعب التحفه. نعم. الملعب الايقونه اللي ان شاء الله سيصبح ايقونه ويكون تحفه معماريه، ونحتفل ان شاء الله في زياره دمشق العزيزه علينا، هذا البلد الجميل باهله جميل بناسه جميل بأسواقه جميل بكل شيء صراحة. فإن شاء الله عن قريب نزوركم يا أخوي ونحتفل معاكم بافتتاح ملعب العباسيين. أبو علي ما في تسديد يقول برا؟ إيه طبعا. شنو السبب؟ والله شو ما يعني ما عندك مواهب تسدد ولا ما في تمام. بدر طارق عندنا بدر طارق يعني، بس هنا هون ما نتذكر بلوشي وعسكر. نعم. وهذا اللي كانوا يسددون فعلا، لانه يمكن ماكو تمارين على التمارين. نعم. الفرديه هذه اللي تصغر اللاعب حق الامور. نعم. هذه يمكن. نعم. هذا السبب انا اعتقد. يمكن ابو موسى عنده وجهه نظر. انا ابيك بس راي قدامك. انا اشوف بحكم المدربين اللي انا يعني اشتغلت معاهم فتره كانوا اجانب. نعم. هي فعلا ترى هو التدريب والممارسه على. نعم. هذه الكرات شيء مهم، لكن انا اللي اشوفه ان عدم التدريب سواء على الكرات الثابته
سواء على الشوت او التسديد من خارج ال 18 قله ما يستخدمها او يفكر فيها المدربين صراحه الا يكون عندك لاعب موهوب. طيب يعني لا شوف شوف هي 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 مو قله مواهب, هي طرق اختلفت. يمكن نعم. ايام جيل ابو علي الثمانينات كان طرق اللعب تسمح للاعب النص التقدم ويسدد. اليوم انت ابو علي مثلا على سبيل المثال احنا نتكلم عن انجلترا وانت من الناس اللي متابعين حق الدوري الانجليزي, ذاك الوقت كان تسديد هذا شيء بالمباراه تشوف لك 20 25. اليوم حتى بالدوري الانجليزي ما في تسديد. فمعناته ان طرق اللعب قام تسكر مساحه الملعب على اللاعب, فما في مجال للتسديد مثل ما كان في السابق. كان في كرم عسكر بلوشي الدخيل لاعبين النص كلهم كانوا يسدون لان طريقه اللعب تسمح للاعب بالتسديد. طيب. فانا اعتقد هي طرق اللعب. زين موضوع سيف بس ابي اختم لما تجهز يوسف لان انا وصلت الختام. ابو احمد اذا في كلمه اخيره تحب تقولها. اول شيء انا اشكرك على هذا اللقاء الجميل واشكر اخواني بتواجدي معاهم في هذا اللقاء, واتمنى باكر غدا من اخواني الحكام انهم يوفون اللياقه البدنيه بالملعب, لانه يمكن في اضافي يمكن في منو حكام اليوم تدري ولا انا عضو لجنه ما ادري من الحكام. بس عندي سؤال قبل ما تسال حق ممنوع ترى طبعا ممنوع يدش الاتحاد مانعين. عندي سؤال والله بس يعني هو برجع فيه بالذاكره, منو افضل حكم او اكثر حكم تحب تحكم وياه كحكم ساحه وانت حكم مساعد؟ يعني الحكم اللي كنت دائما لا ما احرجه يعني خلاص هو بطل الحين. يعني اوكي حكمين مثلا انت تحب تستمتع لما تتحكم معاهم او ترتاح؟ شوف انا صراحه احب احكم ويا ناصر العنزي يعني بالملعب يعني قائد. احب يعني احكم وياه, اشوفه شخصيه حلوه اشوفه صراحه. اخوي سعد كميل طبعا جاء صولات وجولات يعني نذكره بالخير بضاري, لانه دائما يقول انتم جناحيني, وهو دائما يعني يحرص على مساعدينه سواء اذا جاء له تكليف برا. طبعا هذا انا اقولها حق الحكام, اذا عنده تكليف برا يدق على المساعد ويدق على المساعد الثاني, تعالوا وياي التمرين, تعالوا خلينا نسوي تيم وورك داخل المستطيل الاخضر قبل المباراه, شلون تحركاتي, شلون انا اتحرك, شلون انتم تتحركون, شنو انا ابي منكم, شنو هذا المفروض يصير. يعني هذا التمسته من بضاري. طيب. كابتن قاسم حمزه طبعا يعني منصور ابل صراحه ما بقعد واحمد كلمه حكام كلهم بعد في اسماء بعد لا طبعا يمكن الاسامي اللي ذكرتهم امانه يعني واحنا كلاعبين كانوا من خيره الحكام, حتى احنا كلاعبين كانوا يحموننا وفعلا يعني ولا قصرا الاخوان اللي ذكرتهم من افضل الحكام اللي كانوا مروا على الكويت يعني امانه. طيب في بعد مساعدين نصيحه حق الحكام واحمد يعني صار اهم شيء بالحكم انه لا يتاثر بالجمهور طبعا بالديوانيه اللي قاعد فيها. احنا هذا ترى قاعدين يحكمون برا تمام بس هني يغلطون مع مستواهم زين بس هني يتاثرون لا اغلب الحكام انا ما اقول الكل يتاثرون بالديوانيه يتاثرون بالجمهور يتاثرون بهذا يقول لك ما لك شغل انت. طيب. ركز على وعلي ما عندي وقت بس شيء واحد تفضل الحكم الكويتي عطى شيء واحد بس عطى شيئين عطى العداله وهيئة نفسيا انه يحكم المباراة فقط لا غير. يعني لا تجيب له مشاكل. أوكي. هو يجيب مشاكل. طيب. حق نفسه. ابو احمد ابو موسى سؤال باري لا هو مو سؤال هو قال وجهة نظر عن سيف. يمكن هاي وجهة نظر يعني يمكن هو يشوف شيء. انت بتختلف ولا تتفق وياه؟ لا انا اختلف معه لان انا اللاعب الزين احنا دائما نقول اللاعب هو كان يحجني على موضوع ان اللاعب الزين لا اللاعب الزين يروح منتخب اللاعب الزين لان المدرب لما يشوف كاختيارات مدرب ها بيشوف المدرب يقعد بيشوف اللاعب الزين بيختاره مو اللاعب الزين يختار عاد هو يلعبه ما يلعبه هذا موضوع اخر لكن اللاعب الزين يفرض نفسه بالملعب. نعم. طيب شكرا لك كابتن محمد كرم, شكرا لك كابتن صالح الجنفاوي, شكرا لك كابتن احمد موسى, شكرا لك دكتور ياسر احمد وسلامات وما تشوف شر وان شاء الله ما تكون اخر زياره لنا. قبل لا اختم الحساب اللي اخترته لكم اليوم لاخ عزيز اسمه عبد العزيز ومن دولة عزيزة من دولة قطر. يعني الجميل في حسابه يقول ما بين ريادة الأعمال وكرة القدم. طبعا حسابه واضح أن الأخ مدريدي يقول له قد لك على فوزكم أمس أو أول أمس بالكاس. أنا عجبتني تغريدة مثبتها أخونا عبد العزيز يقول مع نهاية عام 2022 ودي أعطيكم نصيحتين تعلمتهم في هذه السنة ونصيحتين حلوين صراحة. أما أنا
أقولهم حق الأخوان، يقول تخلص من أي مكان أو شخص تحس أنك منت مرتاح له معه مهما كانت المجازفة كبيرة لكي لكن تكون مدروسة بشكل كافي. النقطة الثانية والنصيحة الثانية، لا تدخل بنقاش مع أشخاص تعرف أن النقاش معهم عقيم، واشتر راحة بالك لأنها أهم من إقناعهم من الأساس. والله هذه النصيحة الثانية وايد وايد مهمة وتفيدني والله يا أخوي عبد العزيز. تفيدنا وياك. إيه والله تفيدنا وياك. والله تفيدنا وياك. ما حد معور رأس إلا أنت. مشكور يا عبد العزيز. طبعاً حسابه جميل صراحة، رياضي كروي يتابع الكرة الأوروبية، يتابع الكرة العالمية. فالله يعطيك العافية يا أبو سعود على هذا الحساب الجميل، ونتمنى من الجميع طبعاً إذا مخرجنا بس يحط صورة جميلة مثبتها فوق أيضاً ملعب اللوسيل، هذه التحفة الفنية الجميلة في الدوحة. قبل أختم أشكر رعاتنا وداعمينا شركة طياب المرشود، بن العميد، عصير تايم، بابا كنافة، شركة حسابي، دير اندير، معرض بريمير سبورت، وكلاجي فوزيز في الكويت، معرض أسد من الملابس الرياضية، متادور ديزاين. وبختم في قصة نظارات كيفان. نظارات كيفان أيضا مشكورين، كان نظارات كيفان وراي طلع أيضا شعار. عموما القصة مو قصة، هي حكمة أيضا أختم فيها حق اللي يتابعنا الآن. يقول لك بعض الناس لازم لما تتعامل معاهم تتعامل مثل ما يتعامل الطبيب مع المريض. عاد انتو حظك هذا الشخص اللي قاعد تتعامل معاه مريض نفسي، مريض مينون، خبل، كذاب، منافق، عمي، دجال، يعني انواع المرض وايد. فانتو حظك عاد لازم تتعرف شلون تتعامل معاه مع هالشخصيه. يعني لازم تصير طبيب بنفس المرض اللي هو فيه. الله يعينك اذا طلع واحد بعد منافق، هذا شلون ويطلع بعد هم المريض حرامي، حرامي بعد مشكله، هذه شلون تتعامل وياه؟ هذه اكبر المشاكل انك تتعامل مع شخص حرامي. هذا شو ما يفيد وياه مريض، ما يفيد وياه طبيب. هذا الى اللقاء.